ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أهلا بحضراتكم، هنتوقف اليوم مع سيرة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب أو قارئ النصر، الذي تلا آيات بينات من سورة آل عمران، وبالتحديد آيات النصر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. كان ذلك في مسجد الإمام الحسين في صلاة الفجر يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973، وهو لا يعلم أن بعد ساعات قليلة سيعبر أبطال القوات المسلحة المصرية قناة السويس ويرفعوا العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة ويبدأ النصر. كان الشيخ شبيب رحمة الله عليه، وهذه الآيات هي فأل خير لمصر وللأمة العربية بأسرها. الشيخ شبيب في مصر، دولة التلاوة. امتلك الشيخ محمد أحمد شبيب صوتاً دافئاً مرناً، تفرد بجمل نغمية جديدة من ابتكاره، ويقال أنه كانت لديه قدرة على أداء الجملة الواحدة بعشر طرق مختلفة. ارتبط الشيخ شبيب في أذهان المصريين بأنه قارئ النصر وأنه صاحب البشرى، وذلك لافتتاح قراءته في الإذاعة فجر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بآيات النصر من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، ليبقى اسمه في كتاب التاريخ مقترناً بيوم العزة والكرامة. برحب بحضراتكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. ابتداء، ماذا تقول عن قارئ النصر فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. أولا كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. في هذه المناسبة الجليلة التي أدخلت الفرحة والسعادة على كل قلب مصري، بل وكل من يبتغي الحق والعدل، أقول الله أكبر. الله أكبر. لأنه قارئ النصر في يوم النصر وفي ذكراه دائما وذكرهم بأيام الله، فهذا يوم جليل وفاز بها وبهذا اللقب الشيخ محمد أحمد شبيب. الشيخ محمد أبوه كان محب للقرآن، اللي هو أحمد شبيب ده هو كان من عشاق القرآن، فود محمد، هم من دنديض. دنديض بلد في مدغمر اسمها دنديض، بلد مشهورة، وكانت في هذه البلد
تتنافس فيها العائلات بإحضار القراء، خاصة في المواسم والمآتم. هم كانوا يجيبوا بقى عبد الفتاح الشعشاعي، يجيبوا الشيخ رفعت، يجيبوا الشيخ مصطفى اسماعيل وهكذا. فهو حب القرآن جدا وعايز ابنه يطلع زي الناس دي، واخد بالك؟ فودى ابنه لكتاب الشيخ توفيق، كان اللي هو علم سيدنا الشيخ محمد ابن أحمد شبيب، كان واحد اسمه الشيخ توفيق رحمة الله عليه. محمد اتولد 1934 ومات سنة 2012، فنقول 34 لغاية رأس القرن هم يعملوا كام؟ 66 سنة. 66 سنة و12 يبقى 78. يبقى هو لما مات عنده 78 سنة. الشيخ توفيق انتقل، فيبقى لازم الولد يكمل التلاوة. حافظ قد ايه؟ حافظ لغاية دلوقتي 17 جزء وفضل له 13 أجزاء القرآن 30. راح انتقل إلى واحد تاني بس أعلم من الشيخ توفيق. الشيخ توفيق بيحفظ، لكن ده بيحفظ ويعلمك تجويد وقراءات. كان اسمه الشيخ محمد إسماعيل. فكان محمد إسماعيل ده مشهور عنه كده. قال له شوف يا ابني، كل شيخ له طريقة، احنا نبدأ من الأول. يجيب تاني ال 17 من الأول. نجيب ال 17 من الأول، أنا ماليش دعوة باللي عمله غيري، واخد بالك؟ محمد إسماعيل يسمعه من هنا ويبدأ يتغير وجهة نظره فيه من ناحية تانية. وعرف إن محمد أحمد شبيب ده فلتة، وعرف إنه ده ليه مستقبل هائل ومستقبل واعد. فبدأ ياخده معاه. ما هو الشيخ محمد إسماعيل ده حافظ القرآن، بيقولك مية، ها، كلمة مية دي معناها يعني حافظ القرآن حفظا متقنا. فبيستدعوه في المآتم في كذا إلى آخره، يقوم ياخد معاه مين؟ محمد الصغير اللي لسه ما كملش الحفظ، ولكن شكله كده إنه واعد. فتعرف من صغره على كبار القراء. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم ان الراجل ده مولود 34، يعني لما حصلنا 50 اللي مات فيها رفعت كان هو عنده 16 سنة بالظبط. يعني حافظ له دلوقتي 20-30 جزء، ولا يمكن حفظ القرآن كله يعني. فابتدى في بعض الأحيان يبدأ إيه بقى محمد شبيب إنه هو يشارك محمد إسماعيل في التلاوة، يقول له اقرأ ويشجعه علشان الناس تسمع صوته، والناس تسمع صوته من هنا وابتدوا يلتفوا عليه مرة تانية من هنا. بعد كده محمد أحمد شبيب نزل بقى، سابه من البلد ونزل القاهرة. كويس. لما نزل القاهرة على طول كان أمل كل من نزل القاهرة هو إنه يذيع في الإذاعة المصرية. حلم طبعا لأي شيخ أو لأي حد. في حلمه كده. طب. وكان ساعتها بيقرف ميتم، سمعه واحد كان اسمه الأستاذ حمودة، كان ماسك الإذاعة ساعتها. فالسيد حمودة ده هو يعني عمل إيه؟ دعاه، قال له ما تيجي تختبر عندنا، ده انت صوتك حلو وأدائك حلو. قال له خلاص حاضر، وقدم الطلب بتاع الالتحاق واللجنة عملت له موعد. فراح قال للجنة يا لجنة والنبي أخريني شوية 6 شهور.
عايز يعني بالرغم ان دي حركه ما تتعملش من الفرحانين بالاذاعه والفرحانين بانه هيختبر وان اللجنه وافقت ان هي تعمل له ايه موعد. لكن لو رجعنا للخلف في طريق التربيه مع محمد اسماعيل اللي خلاه يعيد ال17 تعرف ان الراجل ده بيسعى الى الكمال. فهو عطل نفسه الست شهور علشان يرتب روحه ويجهز نفسه لهذه المواجهة. يبقى هو الآن من النقصان، يعني هو مش عايز نجاح، هو عايز كمال. كمال النجاح. ومن هنا اللجنة فعلا فهمت إنه هو عايز يجهز نفسه وكذا، فعطت له الست شهور اللي هو عايزها وراح وجهه وامتحن ونجح. بنتكلم بقى دلوقتي في سنة 64-65 بقى معتمد في الإذاعة. طيب استأذن حضرتك بقى بعد الفاصل إن شاء الله نشوف مش عايز أقول المصادفة ولكن الأقدار، أقدار ربنا سبحانه وتعالى شاءت إن هو يتلو آيات النصر من سورة آل عمران في يوم فجر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة 73 وكانت خير بشر. فنشوف القصص والروايات حوالين هذا الموقف المهم بالنسبة للشيخ شبيب الحقيقة، واللي كان طبعا بعد كده فتحت خير بالنسبة للشعب المصري والشعب العربي ككل بعد الفاصل إن شاء الله. أرجو حضرتك وأرجوكم خليكم معنا. شجي حاد من طائفة التينور اللي هو الصوت الطبقات حادة، دائما يبدأ من قرار ليس بالعميق بقرار بيات ثم يختمه بالشوري ثم يصعد لجواب البيات، وهذا أسلوب مختلف عن القراء. وهنا يبدع في هذه المنطقة ويقول جمل نغمية كثيرة ثم يذهب إلى الرست ويعمل خلطة ما بين الرست والعجم. الشيخ محمد أحمد شبيب رحمه الله من القراء الذين أبدعوا في جمل نغمية أخذها منه الكثيرون وأصبحوا من مشاهير القراء. والأصل في هذه الجملة النغمية هو الشيخ محمد أحمد شبيب، يصعد بعد ذلك إلى العجم ويقول جمل فيها قمة في الإبداع والإحساس والتميز، ثم يمهد فترة في نهاية التلاوة للبيات لينهي من نفس الطبقة التي بدأ بها، يعيش وكأنه يرسم بصوته حينما يقول فمكث غير بعيد، تشعر أنه قريب، فمكث غير بعيد، تشعر أنها ليست بعيد. هنا الرسم، التصوير النغمي. إذن قارئ يعي ما يقول رحم الله الشيخ محمد أحمد شبيب. رحمك الله يا صاحب الجامعة القرآنية الكبرى، ودمت فخرا لنا وللعالم الإسلامي. بهذه الكلمات التي دونها أحد المتيمين بحب شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد شبيب على قبره بقرية ضنديط بمحافظة الدقهلية. رحمة الله عليه كان عنده حكمة لا يعلمها إلا الله، كان مثل وقدوة لنا جميعا، فكنا نحب نقعد في مجلسه، كان مجلسه موقر دائما يذكرنا بالله وبالآيات القرآنية الجميلة، وكان محبوب في البلد، حتى المشايخ التانيين بتوع البلاد التانية كانوا يحسدوه يقولوا له يا بختك ببلدك يا شيخ محمد. فالشيخ شبيب قد وهب حياته لخدمة القرآن الكريم ليصبح فيما بعد
أشهر من أحيا شعائر الله بليالي الشهر الفضيل في مصر وفي دول العالم أجمع. ومن بين أرجاء مسجد النور بقرية دنديط إلى مسجد الحسين في القاهرة كانت رحلة الشيخ شبيب الزاخرة والعامرة بتلاواته القرآنية التي سجلت اسمه في سجل الخالدين. مرحب بحضراتكم مرة أخرى، وبجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بك. أهلا بكم مولانا. بنستكمل الحديث حول فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ النصر. هناك الكثير من الروايات حول هذا الموقف وقراءته لآيات النصر في ليلة السادس من أكتوبر 73. كان تملي شيء مشايخني أقول لك صاحب القرآن له كرامة مدخرة. كرامة مدخرة. يعني تلاقي حياته كلها يعني ما فيهاش حاجة غريبة ولا خارجة، ولكن في كرامة مدخرة، موقف كده في الحياة يعني. فبيفكرني ده باللي حصل مع الشيخ محمد أحمد شبيب. الشيخ محمد أحمد شبيب لما دخل الإذاعة بقى وبقى صيط والناس عارفاه وكذا، بقى ياخد قرآن الفجر من سيدنا الحسين. وفي يوم السبت الصبح، السبت ده 10 رمضان 6 أكتوبر، إذ بيه هو يقرأ آيات النصر اللي في سورة آل عمران. طب ليه؟ اللي هو حافظ زي ما احنا حافظين كده، اللي يقول لك انه حافظ القرآن له كرامة مدخرة، عارف يفوتها يقول لك كرام ربنا سبحانه وتعالى أكرمه. هو إيه اللي عرفه إن النهاردة القوات المصرية ستفعل ما فعلت والنصر سيكون حليفة إن شاء الله؟ بعض الناس مش عايز حكاية الكرامة المدخرة دي خالص. قوم يعمل إيه؟ قوم يقعد يفسر. يفسر إزاي؟ قالوا أصله الإمام الأكبر عبد الحليم محمود راح اتصل بعبد العزيز عيسى وقال له انه قل للقارئ يقرا حاجه من ايات النصر. ايات النصر من آل عمران. طيب الروايه دي مش مقبوله. ليه؟ نمره واحد، الامام الاكبر حينئذ ده شيخ الازهر ولا يعلم إذا كان النهاردة حرب ولا مش حرب. ده اللي يعلم كده كبار قواد القوات المسلحة. أدي دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عبد العزيز عيسى لم يكن وزيرا للأوقاف بل كان وزيرا لشؤون الأزهر. طبعا مش وهناك الأوقاف. كان فارق بين وزير الأوقاف اللي تبعوا المساجد واللي تبعوا محمد أحمد شبيب وبين وزير شؤون الأزهر الذي كان حينئذ يتولى شؤون الإدارة الأزهرية. إيه هي كرامة للشيخ شبيب؟ هي كرامة للشيخ لأنه مشايخنا يقول لك صاحب القرآن له كرامة مدخرة. نعم. احفظ الكلام. نعم. الشيخ محمد أحمد شبيب قرأ في آيات النصر فاستبشروا به لأن الناس تجاوبت ولأنه هو ربنا فتح عليه. طب وكان هيفتح عليه إزاي لما يقولوا له اقرأ آيات النصر كده؟ ده ربنا فتح عليه في الليلة دي وتفاعل معه جماهير المصلين تفاعل عجيب الشكل. بعد ما خلص راح بيتهم فطر ونام شوية بتاع، صحي الصبح في ذات نفس اليوم لقى القوات الحمد لله عبرت والسيطرة الكاملة حصلت للقوات المصرية. رحمة الله عليه، رحمة واسعة، رحمه الله. شاكرين فضل حضرتك في الدكتور علي جمعة. شكرا لك. شكرا كثيرا. شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.
الكرسي حصن حصين، فتعد آية الكرسي حافظا لقارئها على نفسه وأولاده ومانعا من كل شيطان رجيم. إذا قرأها الإنسان حين يأوي إلى فراشه أو أثناء الليل أو النهار أو في دبر كل صلاة. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، إن آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقصد آية الكرسي، هي أعظم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون